حييك بيدرو، صباح الخير لألك. كلود صباح الخير لإلك، صباح الخير لكل مستمعي راديو توأمية أستراليا، وللفكرة الصباحية اللي عم تكوني قريبة لكل أبناء جالية والوطن بالمواضيع اللي عم تطرحيها. بحب عيد الجميع بعيد الفصح المبارك، بنقول لهم المسيح قام حقا قام، وعبال قيامة وطننا الحبيب لبنان من كل هالأزمات عم يمرق فيها، وأرض المسيح اللي خلق فيها كمان اليوم عم تتعرض لإبادة جماعية، يعني بتذكرنا بوقت اللي كانوا عم بيبيدوا أطفال بيت لحم، اليوم أطفال غزة كمان عم تنباد. العدو واحد وال عم نتعرض له، يعني اليوم في أعداء بكل أشكالها. يعني نعم كلود ما راح فوت بالسياسة، نعم بس راح نركز بفكرتنا أنا وياكي على الأغاني المنسية، هالأغاني اللي طبعت بذهننا وغابت عن السمع بس بقيت محفورة بقلبنا، ونحن صحيح منحب نذكركم فيها أنا وياكي بهيك فكرة مميزة شو محضر رح لنا اليوم نترافق بيدرو؟ اليوم بأجواء العيد. حبيت أغنية لعبد الحليم حافظ، هالفنان هالعملاق الكبير، هالفنان المصري اللي بعده محفور بقلبنا بكل أغنياته والما بيغيب عن سمعنا أبدا. عبد الحليم غنى أغنية المسيح، يمكن كتير منكم ما بيعرف إنه هيدي الأغنية المسيح غناها سنة 1967. أغنية المسيح غناها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ في قاعة ألبرت هول في مدينة لندن نعم أمام أكثر من 8000 متفرج بعد حرب 67، وتبرع بأجرة يعني الكل الموجودين لصالح المجهود الحربي. كتب هالأغنية اللي رح نسمعها بعد لحظات كلود الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ولحنها الملحن الكبير بليغ حمدي، ووزع موسيقاه على علي إسماعيل. يعني قد ايه حلو هيدي مشترك، يعني من الطوائف الإسلامية تيمجدوا الرب يسوع بهالأغنية المميزة اللي قدم لنا إياها. نعم، حتى كمان الإمام علي بن أبي طالب يعني كمان حكي عن السيد يسوع المسيح، يعني كمان كلنا بنذكر يعني هذا الموضوع، ولكن ومذكور بالقرآن سيد المسيح، يعني أنه يعني عدة مرات مع أن العذراء كمان اليوم عيد البشارة من عيد الجميع كمان. نعم هالغنية اللي ما بعرف إلى أي مدى يعني كمان أنا معلوماتي مظبوطة تغنيت ببريطانيا بلندن ولا؟ ببريطانيا مزبوط سنة 67، 1967، يعني تقريبا كلود من 56 سنة تقريبا. أنت شاطرة بالمات؟ أبدا، إذا خاصة أنه 67 قريب لشيء ما راح أذكره. بكل الأحوال خلينا نسمع الغنية بيدرو، غنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي غنى الأغاني الرومانسية أغاني الحب، ولكن أنه يعني كمان يغني هالغنية اللي عنوانها المسيح اللي حكي فيها حلو. عن سيدنا يسوع المسيح. هيدي شغلة كتير عميقة وحلوة ومعبرة، وهالغنية يلي يمكن كتير من المحطات ما عرضتها ما وما بثتها. ما مظبوط بثتها. مظبوط، نحن اليوم راديو توامي أستراليا منحب هيك نذكركم فيها ومنحب نعيدكم كمان فيها. كلماتها كتير حلوين كلود، وموسيقتها كمان رائعة، يا ريت نستمتع فيها نحن نعم ومستمعين إذاعتنا. بنرجع بنذكر هيك بالكلمات هيك بشكل سريع بيدرو قبل يلا ما بقولن أنا وياك إذا بدك، يلا بس هندي باللهجة المصرية، اوكي بس ما نقولن على الطريقة اللبنانية. لا ما تصعب علي. اوكي يا كلمتي يا كلمتي لفي ولفي الدنيا وطولها وعرضها، وافتحي عيون البشر يلي حصل على أرضها، على أرضها طبع المسيح قدمه، وعلى أرضها نزف المسيح ألمه، في القدس في طريق الألام وفي الخليل رنت تراتيل الكنائس، في الخلا صبح الوجود إنجيل، صبح الوجود إنجيل.
كتير حلوة. رح نترك بقية الكلام لهالغنية لعبد الحليم حافظ العندليب الأسمر بغنية المسيح اللي بتسمعوها لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمي، مش لأنه غنية جديدة أبداً، بلا أكيد أغنية منسية. وحب أرجع أذكر هون في كتير من المحطات ما بثتها وما أزعتها، ورح نسمعكم إياها عبر توأمي أستراليا. لفي ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها على أرضها. طبع المسيح آدم على أرضها. نزف المسيح ألم في القدس في طريق الآلام وفي الخليل رن الدراتي للكنائس في الخلاء. صباح الوجود ومعبرة وبوقتها كمان كلود. صحيح. يعني من بعد 60 سنة اجت هيك تترك بصمتها بقلبنا وتتأثر فيها. امبارح انا عم حضر الحلقة هالفكرة انا وياكي، بصدق سمعتها مرتين ثلاثة كتير تأثرت فيها كأنه اليوم. يعني صحيح قديش بوقتها، يعني قديش مناسبه بوقتها للحقيقه بكل الاحداث اللي عم تصير اليوم من الاغنيات المنسيه ولازم تنعرض اليوم على الشاشات، لازم انه نرجع نذكر فيها. طيب ليه ما اخذت حقها هيدي الغنيه؟ ليه ما اخذت حقها؟ لانه اول مره بغني اغنيه روحيه عبد الحليم، في ناس ما تقبلت الموضوع، بعتقد من الازهر كان في شويه انتقادات اعتراض من علماء الأزهر إنه ما قبلوا هالشي هيدا. يعني هيك مكتوب، يعني هلا عم نحكي نحن بعد هلا أنا تقريبا. ما بدي أحكي عن هيدا الموضوع، لكن كمان بدي أحكي عن كل الإذاعات، يعني بكتير من الإذاعات ما بثت هيدي الغنية، يعني خوفا من أنه العدد المستمعين أو يعني كمان يخدوها طائفية، لأنه نحن مثل ما حكيت قبل شوي هيك شوي أنه لا نحن عنا هيدي الحمد لله، نحن عنا إياه هيدي جرأة ونحن على مسافة من الجميع، ما عنا أي هيك تحيز طائفي أو عنصري. نطرح الموضوع بموضوعية مثل ما عم تطرحي موضوعك كلود. هيدي أغنية كمان إنه بموضوعية، يعني إجت وقت عبد الحليم يعني بعظمته بكل هالأغنيات اللي قدم لنا إياهن اللي بعده مرسومين ومطبوعين بقلبنا، تيكرم كمان السيد المسيح بهالأغنية، يعني شيء عمل كبير. نعم. هيدا لازم إنه يتذكروه لكل وسائل الإعلام. هاي راديو توأمي أستراليا عودتكم عن جد على كل إشياء مميزة بتقدم لكم. نعم. إياها عبر هواها. صحيح. فهيدي الفقرة الأغاني المنسية اللي رح تكون معنا أسبوعيا دايما عبر راديو توأمي أستراليا مع زميلة بيدرو، بدي إلك يعطيك ألف عافية، والافتتاحية كانت كتير حلوة كتير موفقة مميزة عن جد. شكرا بيدرو. شكرا كلود لإلك، تحية لكل مستمعين إذاعتنا وبعيدهم مجددا واللي حابب يعلق كمان هلأ على قد ما تبقى من الوقت فيكن تشاركونا وتعطونا فيكن تحكوا على مزبوط.
0296530 لكل اللي حابب يشاركنا معنا بخلال هالوقت. كمان بيدرو اتصال معنا مارغريت من وذرل بارك سيدني. صباح الخير. هاي صباح الخير. صباح النور. احلى احلى. شكرا. عم نسمعك. يا حبيبتي تعرفين ليش منعوها من الدول العربية؟ مش بس من الدول العربية. listen to me one second. تفضلي. عبد الرحمن الأبنودي أنا شفت مقابلة إله قال منعوها because قال صباح الوجود إنجيل. That's why. مزبوط. صباح الوجود صحيح إنجيل. والله العظيم أنا سمعته من لسان عبد الرحمن الأبنودي. أنا ما أفرق، كلنا نعرف الرب بس هذا هو الموجود. نعم. أنا ما بدي أحكي من هيدا الموضوع بتفاصيله، بس أنا بدي أقول حتى بكل الإذاعات، بكل الإذاعات يعني مش بس أنه يمكن البعض أخذها هيك شوي دينية، إنما بكل الإذاعات ما نعطيت حقها هالغنية اللي كتير حلوة بكلماتها بمعناها، وخاصة اليوم أنه بسيناها بوقت وبتوقيت كتير حساس ودقيق. حساس مزبوط بوقتها. شكراً بيدرو مجدداً.